اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه ل10 الصبح في الاهلي، وعندنا اكثر من موضوع واكثر من ملف حابين نتكلم فيه او فيهم مع حضراتكم. عندنا طبعا مباراه في منتهى الاهميه لمنتخب مصر امام انجولا، واكيد الثلاث نقاط اللي ممكن يتحققوا اكيد من فوز هذا اللقاء او فوز بهذا اللقاء هيحسموا تاهلنا للمباراه ان شاء الله الفاصله اللي هتوصلنا لمونديال 2022. اكيد كمان حابين نتكلم عن الاهلي وحصده للتسع نقاط كامله وتصدره بالتالي لجدول الدوري قبل فتره التوقف. كل الملفات دي هنفتحها مع كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق اللي منورنا. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل. اهلا بحضرتك. صباح الجمال. صباح الفل. اهلا بيك يا كابتن. وخلينا نبدا بالاهلي، شوف كده الاداء مع حضرتك يعني بتقيمه ازاي؟ اتكلم بالاسماعيلي والبنك الاهلي والزمالك حتى هذه اللحظه. أداء كويس الحمد لله، كسبنا الثلاث مباريات وبداية قوية وموفقة الحقيقة. من ضمن الثمان لقاءات قابلت المنافس بتاعك التقليدي نادي الزمالك، تفوقت عليه يعني أداء ونتيجة وبسكور كبير، فطبعا ما فيش شك بداية قوية وموفقة وهتدي ثقة للاعبين بقى مش بس على مستوى الدوري المحلي برضه على مستوى البطولات الأفريقية. يعني ما شفتش حضرتك في الثلاث مباريات إن احنا أخفقنا في أي شيء، في نقاط ضعف، في تركيز مثلا لازم يكون على نقاط معينه، ده اللي احنا نقصده؟ ده حتى يعني لو بصينا لاخر لقاء الزمالك حتى من جهه التسجيل او استغلال الفرص كان جاي جدا يعني، فدي حاجه كويسه جدا. دخل في مرمانا ثلاث اهداف منهم ضربه جزاء، يعني كان برضو في توفيق شويه لنادي الزمالك في يعني انهاء الهجمات، انما بشكل عام لا البدايه قويه ما فيهاش يعني حاجات معينه نقدر نقول، انما هو طبيعي حتى على مستوى الفرق الكبيره حتى على مستوى العالم بتجي لها فيها فترات اخفاق او المستوى بيقل، انما احنا الحمد لله على الاقل فوزنا حققنا الهدف بالفوز وده اهم حاجه. ما فيش شك هي بتبقى فيها حاجات معينه ممكن، بس دي عايزه الدخول في التفاصيل شويه هندخل فيها على مدار لا بقصد يعني في النواحي التكتيكيه او حاجه ممكن دي بتبقى الرؤيه واضحه ممكن للجهاز الفني، انما احنا بنشوف الحاجه اللي قدامنا، انما يعني تكليف بقى واجبات اللاعبين طريقه اللعب بالظبط في تفاصيل كده ممكن ما تبقاش واصلنا، ممكن نحس بيها احنا من خلال المشاهده، يمكن دي بس بنجد فيها صعوبه شويه، انما بشكل عام لا الحمد لله الاداء كويس مرضي يعني كويس. جدا طبعا كويس. طبعا. في ناس شافت ان موسيماني كان مفاجئ للكل بالفوز على الاسماعيلي باربع اهداف وعلى الفوز على الزمالك بخمس اهداف، متفق ولا مختلف مع المسمى اللي اطلقه البعض على فيتسو موسيماني ان هو اصبح ملك المفاجآت؟ مش مفاهم يعني لو بصينا دي مبالغه يعني اصل لو بصينا حتى النتائج الموسم الماضي حققنا بطولات كتيره يعني تقريبا خمس بطولات حققناهم، فاعتقد مفيش مفاجاه يعني هو بس حاجه الشيء الجميل الكويس اللي انا شايفه لاستغلال الفرص دي بتبقى حاجه كويسه يعني بتتيح لك فرص كتير في مباريات ممكن ما تبقاش موفق، انما اعتقد يمكن دي ميزه نتمنى انها تستمر معانا استغلال الفرص بشكل كبير يعني بيتيح ليك مثلا خمس فرص تسجل منهم ثلاث اهداف دي حاجه كويسه ده طبعًا. معدل عالي جدا طبعًا. اعتقد دي ميزه كويسه بدانا بيها هذا الموسم اتمنى انها تستمر ان شاء الله. طيب هروح مع حضرتك كابتن محمود برضو لبعض الحاجات اللي اتقالت عقب مباراه الاهلي والزمالك ونشوف راي حضرتك فيها برضو. اتقال ان موسيماني نفسه هو اللي انقذ الزمالك من يعني هزيمه ضخمه بسبب التغييرات اللي تمت، هل حضرتك مع ام ضد؟ مش هو حضرتك بقى، هو احنا دايما بنقيس او نحكم على التغييرات دي بعد اللقاء، انما هي بعد اللقاء اهو بعد اللقاء ما انا بعد اللقاء لا ممكن يكون التغيير في توقيته صح، انا دايما بقول الجمله دي يعني انا بعمل تغيير مدرب بيعمل تغيير خلاص اكتب رايك دونه بقى، لو انت مثلا بتحلل على الهواء في احدى القنوات حلل وتقول رايك بصراحه، انا ساعه توقيت التغيير ده انا شايف كان التغيير صح لان اللاعب اللي خرج مش موفق او كذا او كذا او كذا خليه مسجله معاك، انما احنا بعد النتائج بنحكم على التغيير وقد يكون التغيير صح واللاعب ينزل ما يبقاش موفق،
وقد التغيير يكون صح والمنافسه. احنا مش عايزين شرح، احنا عايزين راي حضرتك. لا. شايف هذه التغييرات كانت لصالح الاهلي ام لا؟ لا، هي في النهايه مش لصالح الاهلي، بس انا بفسر بقى يعني وجهه نظر. ايوه بس نسمع الاول رايك وبعدين تفسرها. عشان احنا ما فهمناش. طبعا ما الزمالك احرز هدفين، النتيجه 5-1، وبعد كده احرزوا هدفين بقت 5-3. انما انا عايز اوضح ان التغيير نحكم عليه ونقيمه ساعه حدوثه، بس هو في كل الاحوال يعني الفوز الفوز بنتيجه كبيره على فريق كبير زي الزمالك اكيد ليه انعكاسات طيبه جدا على الحاله النفسيه لكل اللعيبه، وممكن يشكل حافز كمان لاستعاده لقب الدوري ولا ايه؟ طبعا، وفي النهايه النقطه هتفرق بينك وبين الزمالك مع نهايه الدوري. اي نقطه بتاخدها انت تتفوقت عليه في 3 نقاط، فدي حاجه كويسه. ما فيش التنافس هيبقى متقارب. بس هو عموما الدوري الموسم ده شكله كده هيبقى قوي، وصعب نستنتج من بدري النهايه هتكون بين مين ومين، لان النهايه على الـ على الـ على الـ في لان, لأن كل الفرق بقت قويه كمان، حتى يعني شفنا ماتشات حلوه وفيها كوره، وواضح ان الفرق مستعده كويس، وفي العديد من الفرق كمان استعانت بعناصر جديده جددت انتمائها، وده انعكس في مباريات شفنا فيها ايجابيه ملحوظه بين روح كمان تنافس حلو فعلا. تمام، لان برضه نتيجه ان الفرق معظمها حتى اللي صعدت امكانيات الماديه عندهم كويسه، قدروا يستقطبوا لاعبين على مستوى عالي، وبعدين لاعبين محترفين من الخارج. احنا على فكره تقريبا عندنا 78 لاعب محترف، نسبه كبيره الحقيقه، فدي فرق كتير قوي. يعني انا متخيل المستوى الثاني او الممتاز بيه هيبقى بعيد قوي مستواه، لان العناصر الموازيه اللي كانت ممكن تكون متواجده، يعني زمان كانت في تقارب بين المستوى الممتاز الف والممتاز بيه، لا فيش احتراف او ما فيش امكانيات ماديه تقدر تستقطب كل اللاعبين المميزين. دلوقتي الفجوه وسعت بقى. فجوه وسع جدا جدا جدا. طيب نكمل اهلي ولا نروح منتخب؟ نروح منتخب ونرجع تاني للاهلي. احنا ورانا ايه؟ يلا. وفكره هنا برضو اختيارات كيراش، وهو راجل برضو يعني مش سهل، يعني هو تحس ان قراراته كلها مدروسه، وتحس ان هي رسائل فيها للعيبه. فكره هنا بقى ضم سواء قفشه او شريف او بعض اللعيبه الاخرين، بتشوف ده برضو وراه رسائل معينه للعيبه نفسهم ولبقيه افراد المنتخب؟ اكيد هو عمل يعني عمل حاله، التوقيتات بتاعته برضو مختلفه. هو اكيد هو اهم حاجه عنده اللي انا شايفها يعني يخلق لوحة التنافس بين اللعيبه وبعضها، ما يخشش انا على المنتخب ويقولوا ده اساسي وده احتياطي وتبقى الدنيا هاديه، واللي بيلعب مطمئن واللي ما بيلعبش عنده احباط، ويعني ان هو معسكر المنتخب بالنسبه له مش مشوق ولا عنده حماس ولا اي حاجه. لا، هو عمل حاله، انا اعتقد هو قصدها يعني. دي حقيقه. واثار جدل كمان من البدايه كده بعدم ضمه لقفشه ومحمد شريف، بس هو انا متهيألي ده مخطط. يعني هو بيخطط بشكل معين بحيث ان هو يزيد من جو التنافس ويخلق جو التنافس. انا يعني يمكن تذكرت حاجه دلوقتي، سنه 89 جالنا مستر فايسر مدرب الماني، مدرب عظيم الحقيقه. لما جه اول ما تولى مسؤوليه النادي الاهلي قال عايزين بقى امسكوا له اللعيب ده لعب كذا ماتش وده اساس، قال له مش عايز الكلام ده، انا هشوف وانا هقرر. المعلومه وصلت لنا. فبقى خلاص اللعيب الاساسي مش ضامن مكانه طبعا، فبيبذل اقصى جهد، واللي البديل اتفتحت له بقى فرصه كويسه طبعا، وهو في السبق زيه زي الاساسي. حلو ده، في حراسه المرمى طبعا، في اي مركز بقى من المراكز. خلاص احنا بنبدا البدايه بتاعتنا على متساويين يعني، انا بديل سواء. فاتخلق جو حماسي غير طبيعي بيننا وبين بعض، وعلى فكره الموسم ده انا شايفه من افضل المواسم في تاريخ النادي الاهلي. جميل. طيب استكمالا برضو لكلامنا، وطالما احنا يعني باكد حته الروح بتاعت اللي بيحاول يعملها مستر كيروش، طالما فتحنا الكلام عن المنتخب ومستر كيروش، توقعاتك ايه لمباراتي انجولا وجابون؟ شايف الصوره ازاي؟ لا ان شاء الله يكونوا سهلين. انا شايف زي ما قلت لك ادارته هو طبعا اي مدرب بيجي اهم حاجه عنده ان هو يحط افضل عناصر في التشكيل الاساسي طبعا، ويعني ممكن دي يعني هو طبعا جديد على المنتخب ممكن تاخد وقت، انما انا شايف هو خلاص بقى يعني الفرصه، يعني لعبنا اكتر من ماتش رسمي، 4 ماتشات رسميين، في متابعه مع الدوري مع المباريات ديت، في مباراه وديه، اعتقد كل لعيب مميز في الفرق المختلفه، انت عندك في كل فريق في عندك اكتر من لاعب مميز بالظبط. هو وصل لمرحله كويسه، بقى عنده رؤيه كويسه، تقييم جيد للاعيبه المميزين اللي هو يقدر يستعين بيهم في المنتخب. زي ما قلنا في البدايه خلق روح التنافس بالاجراءات اللي عملها دي،
ما انت انت بس يعني احنا هي بتجي لك الحاجه اللي شغال في مهنه دايما بيسترجع خبرات السابقه يعني فيدباك فانا يعني من خلال يعني الفترات اللي قضيناها طويل الفترات الطويله اللي قضيناها في الكوره يعني بحاول بترجع انت فهو خلق روح التنافس وبقى عنده رؤيه كويسه ان شاء الله المباراه هتبقى بتاعتنا في مستوى عالي ونحقق نتائج كويسه احنا 10 نقاط والقريب مننا ليبيا 6 نقاط عندنا ماتشين وفي ماتش هنلعب انجولا بعد كده جابوهم في ملعبنا اعتقد فرصتنا يعني ان شاء الله خير ان شاء الله انا عارفه حضرتك دبلوماسي في ردودك بس انا اسئلتي مش هتبقى دبلوماسيه لا مش دبلوماسي والله ابدا معلش جاوبني في اللي جاي ده كابتن محمود افضل ثلاث حط لي ثلاثة بس لاعبين حتى الآن يعني في المنتخب وجهة نظر حضرتك في المنتخب؟ آه لا خلاف على محمد صلاح طبعا أنا مش عايزة المحترفين لأن ممكن نخرجهم برا شوية أنا عايزة من الموجودين عندنا أو أكتر ثلاثة من وجهة نظر حضرتك في الدفاع هنقدر نقول محمود الونش وأحمد حجازي برضو في الوسط عمرو السولية وصل مرحلة كويسة في الهجوم محمد شريف ما فيش شك يعني لو تساعدنا اللعيبة المحترفة تمام السولية عمل شغل جامد في اللقاء الأخير يعني لقطة كده كانت غير مسبوقة وناس كتير جدا وقفوا عندها بالظبط هو اللعيب دايما بيستمر بيجي مرحلة بقى بيوصل لأفضل مستوى ممكن يوصل النضج الكامل يعني بالظبط في ناس بقى بتحللها بتقول مثلا من 23 سنه ل 28 سنه بتبقى دي افضل بس انا شايف ال 23 لا زال عندك وقت برضه ترتفع بالمستوى طبعا. نتيجه الخبرات اللي بتاخدها يعني اقدر اقول ال 28 سنه دي يمكن بيمثل القمة في لو حللنا المستويات المختلفه يعني ده بالتقريب يعني وبعد كده بيفضل في فتره ثبات مستوى ممكن من 28 ل 32 33 في فروق فرديه برضو بعد كده طبعا مع عوامل السن بتبدا كيرف بينزل فانا يعني بعتقد ان السوليه وصل لافضل مستوى ليه ونتمنى يكون ده مش افضل مستوى ليه نتمنى يكون في مساحه لسه قدام تاني يقدر يوصل لها حلو جدا طيب نرجع للاهلي تاني يعني احنا هنروح ونرجع الاهلي برضو في الماتشات اللي قبل يعني مش الاخيره ما بتكلمش على ثلاث ماتشات الموسم ده بتكلم عن الموسم اللي فات كان عندنا بعض المشاكل اللي عولنا عليها اللي خارج حتى فكره اللعب كاحتراف احنا بنتكلم عن عوامل خارجيه سواء ضغوطات سواء بعض الاصابات اللي حصلت غيابات موجوده وحاجات زي كده لو انا هتكلم الموسم الجديد ازاي ممكن برضو حتى لو نفس الظروف دي قررت مره تانية لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس بس محدش عارف قدام ممكن يحصل حاجه زي كده تاني كابتن محمود بتشوف ازاي ممكن بقى انا دلوقتي لو هتحط نفسك مكان موسيماني معلش نتخيل مع بعض يعني تخيل معايا ازاي ممكن تتدارك الحاجات دي في الموسم الجديد ان انا ما اخليهاش تاثر عليا سلبيا زي ما اثرت قبل كده هو طبعا استمرار الجهاز الفني لموسم تاني اعتقد دي بيكون افضل مفيش شك بيبقى في ثقه وخصوصا لو انت حققت نتائج بتبقى في ثقه متبادله بين اللعيبه وبعضها دي مهمه وبين اللعيبه والجهاز الفني برضه النقطه دي اهم صحيح فالحمد لله اعتقد دي متوفره نتيجه الاداء والنتائج اللي احنا حققناها في الفترات الموسم الماضي فدي دي نقطه مهمه طبعا دي نقطه مهمه جدا النقطه الثانيه انا مهم جدا ارجع لنقطه مهمه جدا جدا ودي اللي بتخلي النادي الاهلي دايما او الفرق الكبيره بتحقق نتائج دايما مش مستوى اللاعبين بس لا مستوى التنافس داخل الفريق الواحد دي اللي يعني ادي يعني مثال يعني على سبيل المثال الله يرحمه الكابتن ثابت البطل والكابتن اكرامي جم فتره ما يعني بيتبادلوا المباريات مش عارفين مين الافضل فدي نقطه مهمه جدا لازم الجهاز الفني حتى لو البديل بعيد يحاول يقربه ناقص ثقه يحاول يشتركوا في بعض المباريات او بعض فترات المباريات يروح له يهتم بالنواحي النفسيه عشان بنتكلم حصل لا قدر الله اصابات تاني او غيابات يبقى النقطه بالزبط. دي متوفره دي طبعًا. نقطه كويسه جدا بحيث ان هو زي ما حضرتك تاكدت نقطه مهمه اللي هي اكبر عدد ممكن يكون جاهز ان هو يشترك أيوة. بشكل كويس في المباريات الرسميه بدون اي خلل في المستوى الفني للاعبين او الفريق ككل ده حاصل بالفعل يعني مع مجموعه من الثنائيات زي مثلا اللي قلنا مثلا محمد هاني واكرم توفيق تمام يعني اعتقد ان كلام حضرتك متحقق في الحاله بتاعتك تمام بس انا مش عايز محمد هاني يبعد شويه
ما لعبش اخر خمس دقايق مثلا، لازم في ماتشات. حتى لو انا شايف اكرم لا زال افضل من محمد هاني مثلا، بس اديله اللقاء ده يعني. طب ما دي بقى بتبقى ليها علاقه بالمدير الفني. يعني لا اقصد انا من ضمن القرارات اللي بياخدها المدير الفني يعني النواحي النفسيه للاعب البديل، انا عايز اعلي مستواه بحيث مستواه يكون قريب باللاعب الاساسي. يعني احيانا حتى لو انا مقتنع ان مثلا محمد الشناوي افضل هو الحق في كمباراه وكمستوى هو يبدا المباراه، بس انا شايف المباراه يقدر على لطفي مثلا يبدا، اديها له ما فيش مشكله طالما جات لك الفرصه دي. تمام. فدي انا عايز يعني دايما التنافس او المستوى متقارب بين اللاعبين. بتتكلم ان علي لطفي يبدا والشناوي موجود يعني يحصل ده؟ المشكله هي هو الكلام بيبقى سهل على فكره. انا يعني وجهه نظري المتواضعه جدا مع حضرتك في الراي ده، ولكن على الارض ده ممكن يسبب مشاكل داخل يعني الفريق. هل برضو ده بيحصل؟ لا من خبره حضرتك. لا ده هيتبقى على فترات مش على طول هعمل كده. بس حضرتك بتقول اهميه ده يكون موجود دايما. طبعا مفيش شك. طب دي ممكن تبقى الحاله النفسيه مهمه جدا، معضله ممكن تبقى بالنسبه لحد زي بيتسو موسيماني، لان عنده سكواد متكامل يعني العناصر، وعندك كل حد هو وبديله ما يقلوش عن بعض في المستوى، وعنده نجوم كتير. فهل دي برضو محتاجه حسن اداره من بيتسو موسيماني ان هو يعرف يعمل روتيشن ما بين النجوم الكتير اللي عنده من غير ما يبقى فيه بالظبط كده، من غير ما يبقى فيه مشاكل؟ تبقى فيها توازن. هو ناجح في ده لغايه دلوقتي؟ هي ميزه الى حد كبير طبعا. ناجح هي ميزه طبعا ما يكون عندي اكتر من عنصر او في مكان اكتر من مركز في لعيب مميز، دي حاجه كويسه. طب مين لسه ما يعني ما عندوش البديل اللي في نفس المستوى؟ يعني خليني اسهلها على حضرتك اديك امثله. مراكز يعني؟ نبدا بقفشه مثلا، من هو بديل قفشه؟ سؤال صعب؟ لا مش سؤال صعب. في احمد عبد القادر لعيب ممتاز، كان في ناصر ماهر في الاول برضه. انا بتكلم على الفتره الحاليه. احمد عبد القادر هايل، لعيب هايل يقدر يأدي الدور ده بشكل كويس. علي معلول؟ لا هو بيتكلم. لا انا بجيبك مين بديل لعلي معلول؟ احنا بنحاول نقول بدائل لبعض اللعيبه. احنا استعنا بايمن اشرف فترات طويله. وهل البدائل اللي حضرتك بتقترحهم دول مرضيين بالنسبه لك؟ ده هيبقى مختلف. يعني كان ادائهم مرضي بالنسبه لك؟ ما هي بص اصل احنا شفناهم كلهم الفتره اللي فاتت. يعني هي في النهايه شخصيه اللاعب مهمه، لازم اللي يبقى عنده الصفات الاراديه دي والاصرار وعنده ثقه في نفسه. جت فتره بعيد عن لازم يساعد الجهاز الفني، انا عايز اساعدك، بس هو لازم اللعيب نفسه يكون مجتهد وعنده اراده وعنده طموح وعنده امل ومحافظ على نفسه وبيتمرن بجديه. كل واحد بيأدي دوره، يعني ده دور اللاعب ودور المدرب. انا اجبر المدرب انه يحترمني على الاقل، ان انا بأدي بجديه وعندي طموح وعندي اراده وعايز العب، ومباراه وديه بأديها كويس، مباراه حالتي في التدريب حالتي كويسه. هي دي نقطه مهمه. وبرده لازم يكون في فكر المدرب انه كويس، لازم الراجل ده او مصلحتي كفريق ان انا برده اساعده. يعني هي دايما بتبقى من الطرفين. النجاح مش هيتم بجهاز فني بس او بجهاز او بمجموعه لاعبين بس، لازم كل واحد يؤدي دوره بشكل كويس. كويس. طيب كابتن محمود، مين من وجهه نظر حضرتك من ساعه لما انضم موسيماني للاهلي قدر ان هو يحسن من ادائه، ومين من اللعيبه حضرتك بتشوف لا على النقيض الاداء بتاعه بقى مش هقول أسوأ بس يعني بقى زي ما هو، لم نشعر بتحسن مثلا او حتى نفسيا اختلف الى الأسوأ؟ مين من وجهه نظرك ده وده؟ هو في الفتره الاخيره ما فيش شك علي معلول يعني في التوب فورم بتاعه، الحاله التدريبيه بتاعته ممتازه. يعني لما رجع من الاصابه في البدايات وقعد فترات طويله بعيد عن الاشتراك في المباريات الرسميه، انا شايفه انه وصل لمرحله كويسه جدا جدا يعني الحقيقه. اكرم توفيق برده في مكان بيقدر يلعب في اكثر من مكان، ودي برده بتساعد المدرب يعني يبقى في مرونه من الناحيه التكتيكيه. دي برده بتميز الفرق الكبيره وبتميز اللعيبه الكبيره، لان احيانا بيبقى المشكله داخل الملعب بس عشان يقدر يغير مراكز او حاجه، فدي برضو بتساعد المدير الفني بيتميز بيها اكرم توفيق. طيب احنا خلينا نستاذن حضرتك بس ايه، نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل عشان لسه ما خلصناش. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. طيب كابتن محمود، كنا بنسال حضرتك قبل الفاصل عن من وجهه نظرك مين من اللعيبه في الاهلي بعد قدوم موسيماني تحسن جدا ادائهم، ابتدوا يظهروا اخذوا فرص، ومين على النقيض؟
في إلو ديانج في الشك مستواه زاد، بس مهم الاستمراريه بقى فيه. وطالما انا يعني مهم جدا لعبت سواء ساعات ساعات طالما اقدر وصلت للمستوى، يعني انا اقدر اوصل للمستوى ده على الاقل يبقى في ثبات شويه واسعى ان انا اطور مستواي. هو مش يقدر يوصل، هو كان واصله ومحققه قبل كده وعمل شغل نار في ماتشات سابقه، بس في اوقات بتحس ان في فطور كده، خمول مش عارف طبعا يعني الواحد مش اللعيب ما يبقاش في الفورمه الرياضيه بتاعته طوال الموسم، بس اقدر العب 3 أسابيع 4 أسابيع كويس، وممكن اسبوع يقل شويه وارجع تاني. في ناس لا على طول، لا صعب يعني مش على طول، في مراكز مختلفه. حد زي علي معلول تقريبا بسم الله ما شاء الله على طول مستواه ثابت، محمد هاني نفس الكلام، اكرم توفيق نفس الكلام، قفشه نفس الكلام. هنقولها بشكل تاني، يبقى لا مستوى الهبوط يبقى قليل وارجع تاني مثلا يعني مثلاً. ما تبقاش الجاب واسع قوي يعني، يعني ادي اداء ب 8-9 وادي 3-4 لا المفروض يبقى انا طالما متفوق كده خلاص بين 9 و7، 9 ده مستوى اعلى مستوى ومثلا بعد 3 أسابيع 4 أسابيع او في مباراه معينه يبقى في توفيق كمان في الماتشات اكثر بالزبط. من غيره. طب ما جاوبتناش الشق الثاني من السؤال اللي هو الثاني. انا قلت قول لي ديانج كام سنه على النقيض، كنت بسال حضرتك مين من اللعيبه وجهه نظرك بعد قدوم موسيماني ما اخرجوش افضل ما لديهم زي ما احنا كنا بنتناقش. وفي محمود كهربا بعيد بقى له فتره يعني الحقيقه. محمود كهربا مين تاني حتى من مش شرط اساسي يعني، مين تاني شايف حضرتك كان ممكن ياخد فرصه ولم يحصل عليه؟ محمد هاني محتاج مجهود كبير يرجع. وعلى فكره محمد هاني ممكن يلعب برضه في الوسط المدافع، يلعب امام فوق خط الوسط جهه اليمين، هو حد هايل يعني يقدر يلعب في اكتر من مركز. بس انا مش عايز الفتره دي تبعده يعني، فاهمه؟ ما ممكن ده يكون اللي حصل بشكل يعني بشكل او باخر مع كهربا. كنت عايز اسال حضرتك على، انت قلت كهربا، طب هل كهربا شويه بعيد نتيجه ان هو شويه بعيد عن المباريات والمشاركه، ولا ده بيبقى ليه علاقه بيه هو شخصيا وبتدريباته وحجم جاهزيته؟ لا هو ليه اسم وليه تاريخ كويس طبعا، ولاعيب دولي طبعا. اعتقد المشكله عنده مش عند الجهاز الفني. هو مش لما اللعيبه الحلوه بتطول شويه في القعده على دكه الاحتياطي، مش عايز اقول الموهبه بتقل يعني، بس بيبقى في تدني ولو بسيط في المستوى، مش هيبقى في التوب فورم يعني برضه مش هيقدر يدي اعلى مستوى. ما احنا الكلام ده قلناه في بدايه حديثنا، لازم المدرب يساعد بس لازم اللاعب يساعد نفسه كمان، هي دي النقطه المهمه. ودي احلى حاجه في الكوره، حته التنافس بين اللعيبه وبعضها داخل طبعا. الفريق الواحد دي بتعمل نتائج ودي بتحقق بطولات، ودي ميزه الانديه الكبيره. كويس جدا. ممكن نتكلم عن الشق النفسي شويه والاندماج او الانسجام، سواء ما نتكلم عن الاهلي او حتى عن المنتخب، لان دي نقطه مهمه وللاسف لها تبعات سلبيه وشفناها قبل كده لما ده ما بيكونش موجود. وجهه نظر حضرتك، هل احنا دلوقتي لو قيمنا الشق ده في الاهلي او في المنتخب متوافر بنسبه كام من وجهه نظر كابتن محمود؟ لا هو شوف في نقطه مهمه، اللاعبين اللي هم مستواهم عالي من الناحيه المهاريه والخططيه واللياقه البدنيه و الى اخره، لا حتى لو لعبت فرقه ناس بعيد عن بعضها لو نزل الملعب هيأدوا كويس، هيأدوا اداء مختلف لان هو امكانياته كويسه في التكتيك والتحرك ويقدر ينفذ ويقدر يلعب 90 دقيقه ويقدر يباصي بدقه لانه عنده المهاره ويصوب بدقه، فالمنتج في النهايه هتبقى عاليه. فانا يعني في الفرق الكبيره وسواء طبعا على مستوى المنتخبات المفروض دي حتى لو عنصر جديد دخل يكون متوافر بالظبط، يعني احنا في ايام جيلنا ودلوقتي لو اي لعيب جديد بيجي ينضم للنادي الاهلي بيندمج بسرعه، هو مستواه عالي المفروض وبيلعب في نادي كبير ولاعيبه مستواه عاليه، هتلاقي كانه بقى له سنين بيلعب معاهم لان دي نقطه مهمه جدا. امبارح كنا بيتفقوا في القرارات مع الناحيه الذهنيه عندك كده ما بين لا امكانياتي انا مع بعض، حتى لو انتوا مع بعض مذيعين مع بعض يعني او مقدمين برامج او المستوى مستواكم عالي هتلاقي التفاهم ده ظهر اكيد. انا ليه بسال حضرتك النقطه دي، انا وكريم اتكلمنا امبارح فيها مع كابتن صالح وهو نفسه كان بيقول زمان كان الوضع يعني مش مرفه زي دلوقتي، زمان كانوا يعني ما فيش حاجه متوفره، كان صعوبات كان ضغوطات تحديات موجوده للفرق ويعني وتحديدا لو هنتكلم عن كمان المنتخب، فده وصلهم في النهايه ان انا لا طقس بيفرق معايا ولا ارض مش حلوه بتفرق معايا ولا صعوبات ولا ضغوطات ولا مباريات ومفيش الكلام ده، فدي النقطه اللي احنا كنا او كنت عايز اوصل ليها يعني. طبعا كانت زادت جدا، كانت الماديه الاعداد بيتم بشكل كويس،
التغلب على اي صعوبات تنافس موجوده، لان موضوع الاحتراف مفتوح النهارده. اللعيب طموحه زاد، يعني اللعيب يوصل المرحله ده وليه عنده مرحله ثانيه عايز يحترف بره ويلعب على مستوى. محمد صلاح بقى نموذج لينا طب. حتى الاطفال بقى يعني الطموح زاد، يعني بيفكروا في محمد صلاح. سقف الطموح ارتفع جامد. يعني من هو عنده 10 سنين 12 سنه عايز يبقى زي محمد احنا صلاح. احنا كلنا عايزين ان يبقى عندنا 50 60 محمد صلاح عشان برضو ايه يعني، ومصر فيها فعلا من المواهب الكثير والكثير. احنا سعدنا بوجود حضرتك معانا، نورتنا، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله يا كابتن محمود. فقره جميله يا كابتن محمود، نورتنا دايما جميل بوجودك معاكم. يعني شكرا لحضرتك، شكرا ليكم جدا على متابعتنا انا وكريم وعشرة صبح في الاهلي. ان شاء الله الحد الجاي يتجدد اللقاء، ان شاء الله يبقى كمان ويكند سعيد عليكم.